السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو بتاعنا النهاردة عن السوبر ماس ليه ليفل 1 وليفل 2. ليفل 1 وليفل 2 هو ليفل 1 كي جي 1 تمام، وليفل 2 كي جي 2. الكتب بتاعت الهادي عبارة، يعني الكتاب ده ترمين مش ترم واحد، الكتاب كله كده ترمين على بعض اهو. دي الكتب يا جماعة بعد التعديل، الكتب لسه خارجة من المطابع نوفيا اهي، بسم الله ما شاء الله. الكتاب سعره 100 جنيه، ترمين على بعض. طيب الكتاب 89 ورقة. هنستعرض كده مع بعض الكتب كده اهو، ده هو الكي جي 1 اهو، ده هو الكونتنت بتاعه اهيت تمام، يعني واخد النمبرز من 1 لـ10 وبعدين من 10 لـ20 وبعدين من 20 لـ40 تمام. وطبعا يعني امثلة بقى كتير عليها، هندخل اهوت من الاول اهوت النمبرز اهو، ده الهادي كي جي 1 اهو. كمية تمارين طبعا، الصفحة مليانة كمية تمارين مش هينة ابدا. برضو الفيديو التاني هعمل كتاب زي ده، بس حساب عندي برضو حصري في المنصورة تمام، شو الاكسرسايز على اول كام نمبرز بس لغاية من 1 لـ5 اهو. ده سوبر ماس يا جماعة، طبعا سوبر ماس ده الكتاب الاصلي لسوبر ماس، كان نازل سوبر ماس زيه بس كتاب كان تقليد، ما كانش مش هي نفس الشركة ديت، مش هي شركة الهادي خالص تمام. اهو اكسرسايز كده، احنا وصلنا لنمبر 10. كمية التمارين عليها، العد كاونت اهو، ونبدأ هنا نكتب النمبرز بالليتر اهو 7. طبعا الكتاب بسم الله ما شاء الله ترمين يا جماعة، داخل يعني ايه، بادئ من البداية خالص، مش باين زي الكتب بقى اللي هي تلاقيها كلها نمبرز بس، لا في شغل، الكتاب فيه شغل مورزان تمام، وفي ترتيبه هو تصاعدي وتنازلي. طبعا الكتاب بسم الله ما شاء الله، يعني انا عايزة اجري كده عشان الحق ان انا اجيب الكي جي 2 منه اهو. كده النمبرز من ايه، من 10 لـ20. طبعا انا بجري، انا مش بمشي واحدة واحدة، انا بقيت في صفحة 88. هيقولوا لي ازاي بقى وفي الاخر كانت الصفحة 89. الكتاب يا جماعة مقسوم نصين، نص ترم اول ونص ترم تاني اهو. البلس ماشي كي جي 1 وداخل في البلس، يعني دخلنا في الجامعة، بس جامعة طبعا ايه، عددين اهو، جامعة عددين. شوف كمية التمارين، الهادي كتاب ممتاز جدا اهو. الاحاد والعشرات اهو، كمية التمارين عليه ما شاء الله، الهادي هيكسر الدنيا. تمارين 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 كي جي 1 وبعدين الماينس اهو، طرح طرح عددين، وصلنا لصفحة 119. ده كل ده ترم اول اهو. كمية التمارين يا جماعة ما شاء الله، مية 127، 129، 131. ده القبل وبعد، بيفور وافتر. شو احنا هنمشي كده لغاية صفحة مسائل سرعة، دي بقى ايه اللي زي اليو سي ماس كده، يعني جمع كده بالطول اهو، 145. كل ده كل ده انا شغالة ترم اول لسه
فيه الكتاب، كتاب بمية جنيه ترمين، كتاب بمية جنيه ترمين. مش عايزة اقول لكم فيه كتب تانية اصلا يعني السعر مقارب جدا وترم اول بس. اهو كمية التمارين 153، تمام. الأحد والعشرات مية واحد وسبعين، 176، كل ده حل، كل ده حل، كل ده حل. اهوت كتاب كبير جدا، بسم الله ما شاء الله. فاميلي نمبرز، عائلة الكلمات، عائلة الأسفة، عائلة الأعداد اهو. كده وصلنا هنا لاخر حاجة اللي هي الساعة اهو، واشكال الساعة، وخدنا كمان فيها الموني، تمام. صفحة للموني وكام صفحة للساعة، وديت المربعات الخفية اهوت. شوف الكتاب بقى 200 214 220. بعدين دخلنا الترم التاني اهو يا جماعة، ده الترم التاني من الكي جي 1، بادئ بقى على طول في الماينس وتمارين كتير، تمارين كتير على الكي جي 1. الكتاب ممتاز جدا ما شاء الله. ده كتاب، كل ده كتاب الكي جي 1. الكتاب يا جماعه عامل 100 جنيه، تمام، ترمين، عامل 100 جنيه ترمين اهو. كتاب ما شاء الله كبير. طيب نيجي لل ليفل 2 اللي هو الكي جي 2 يعني. اهي دي اهوت الكونتنت بتاعه، الفوكابلري دي جايب لنا بقى ايه، شويه كلمات على اليونتس اهو، شويه كلمات على اليونتس الاول، وبعدين ريفيجن، جايب لي ريفيجن على كي جي 1 اهو. الريفيجن طبعا صفحات كتير ريفيجن، وبعدين داخل لي على يونت 1 اهو، تمام. ده بداية الكي جي 2 ما شاء الله. مس رشا الهادي الكتاب بجد ممتاز قوي، وبجد ربنا يحسن ما بين ايديكي اهو. ده بداية من الكي جي 2، برضو الكتاب متقسم ترمين، بس كمية تمارين مش عايزه اقول انها يعني فوق الممتاز، يعني عدد ممتاز جدا اهو. كل ده تمارين على الكي جي 2. انا عايزه اجري عشان اوريكم الترم الثاني، كل ده ترم اول. شو انا وصلت لصفحه كام؟ وصلت البيج 89 اهو، وصلت بيج 110. كل ده يا جماعه هو تمارين جمع وطرح، واكبر واصغر وافتر وبيفور، تمام اهو. وابتدينا ان احنا نجمع ونطرح عددين مش عدد واحد، ماشي. وصلنا لصفحة 116، انا بجري ازاي، 144. وانا عايزة اوريكم ان الكتب ترمين مش خسارة فيها الفلوس ابدا، ده بالعكس احلى من اي كتاب احنا ممكن نجيبه. 152، 156، طبعا الاحاد والعشرات. وابتدينا نجمع الأحاد والعشرات، 170، كمية الواجبات، the day of the week، أيام الأسبوع. ايه تاني؟ أنا جريت جامد قوي، بقينا 202. خدنا الشيبس اهو، الشيبس، وبعدين دخلنا في الموني. وخدنا
هو يعني الكتاب التاني الترمين على بعض، يعني انا مش لاقيه الفاصل اللي موجود اللي كان زي الايه زي الكتاب بتاع الكي جي 1. بس بصراحه ربنا الكتاب في المجمل رائع جدا، اهو مش مكتوب عليه فيرست ترم ولا سكند ترم، يعني الكتاب على بعضه كده، المنهج كله على بعضه في كتاب واحد، جايب الشيبس، جايب لي الموني، جايب لي الساعه، جايب لي الطرح والمفرد والجمع واليونتس والتينز وكل حاجه كل حاجه. كتاب بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا ومجهود مشكور. ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية كتب جديده، الكتب عندي حصري ان شاء الله. هعمل كمان فيديوهات قريب جدا على الحساب، موجود من الهادي الكي جي 1 والكي جي 2، برايم 1 في الشحن، الحساب منه جاي برضو في الشحن ان شاء الله قريبا، شركه الشحن بتبهدلني بصراحه ربنا. وشكرا ليكم، اهو كل ده تمارين على الساعه، اهوت ده الكي جي 2 كتاب الهادي يا جماعه. شكرا.